الكرة الخطيرة بتاعت مادي اللي كان أنقذها الشناوي في الدقيقة 18. الفردو هو ده محور أدائهم. الفردو اللي أمامنا ده متصدر الدوري مع ريد ستار بلغراد في صربيا. خطرة جدا، لكن هنشوف القرار ايه في اللقطة الماضية من قبل حكم اللقاء. خطير خطير فايز سليماني. وبص امامنا ايمن اشرف اهو لف ودار وعلى طول كانت في وجهه، ويبدو ان هناك حكم اللقاء بيدي انذار. ايمن اشرف انذار، انذار مستحق الحقيقة، انذار مستحق، انذار لكهربا. يعني كان في نوع من الاندفاع والتهور، وبالفعل يعني الانذار كان في وقت المنتخب المصري كان في أفضلية كبيرة جدا. التأثر بدون محمد صلاح شيء واضح طبعا، أكيد تكلم على محمد صلاح، تكلم على نجم كرة القدم المصرية، تتكلم على واحد من كبار كرة القدم في أوروبا وفي العالم، ونجم نادي ليفربول وبطل الشامبيونز ليج مع نادي ليفربول. على طول كرة مقطوعة على السلية إلى طارق حامد إلى محمود علاء، ساندا المرة دي من كهربا، لكن مش دقيقة، يضغط، برافو كهربا، خلصها حلوة قوي، يدي على طول اللاعب السلية. ويبدو أن حكم اللقاء توقف في اللعب أمامنا، هناك توقف أعتقد هيكون في الدقيقة 30 علشان يبقى في شرب بمياه الكولينج، يعني التوقف لتبريد عند اللاعبين، ان يشربوا مثلا عصير، يشربوا ميه في ظل الاجواء الرطوبه العاليه، يعني هي الحراره 32، لكن اللي بيزود الاحساس هو الرطوبه العاليه، بالاضافه لارتفاع ايضا عن سطح البحر حوالي 2400 متر فوق سطح البحر. طبعا جزر القمر هي عباره عن ثلاث جزر متلاصقة في طبعا جزر القمر، بتشكل هذه الجزيرة موهيلي وأيضا أنويان، بالإضافة للجراند كومورو اللي طبعا بنلعب فيها النهاردة في موروني في هذا الملعب. كرة العالية أمامنا، هذه زيزو، لكن ترتد كهربا، كهربا راجل وقف صح، كهربا أمامنا طبعا فورمة المباراة، لكن يملك الخبرات ويملك الأداء، سجل من خلال مجهود فردي في المباراة الماضية في مرمى المنتخب الكيني، واستثمر الهفة والخطأ الدفاعي. محمد هاني وتدخل، خلي بالنا من الانذارات، خلي بالنا من الانذارات، واضح تفوق لاعبي منتخب جزر القمر في الحاجات الواحد ضد واحد، ودي تتطلب ان الراجل ده ما يستلمش، يعني انك توقف هذه المهارة من خلال انك تضغط صح. استلم امامنا هنا بكاري، شوف بكاري، محمد هاني مديله المساحه ان هو يعدي ويثبته ويروح على الثابته ويتقدم. نفس الخطا كان من ايمن اشرف منذ لحظات، وطبعا العبء الدفاعي يقع على محمد الشناوي اللي دائما وابدا ان شاء الله يكون في الصوره ويكون في افضل حالاته. مشاكل كتير واجهت الحقيقه كابتن حسام البدري في فتره توليه المهمه، فوز على بوتسوانا، فوز على ليبيريا بهدف وبهدف، ثم تعادل في اول لقاء رسمي مع كينيا، وكره ثابته هنا هتتلعب امامنا من قبل اللاعب فايز سليماني. فايز سليماني رقم 7 المحترف في بلجيكا، يصلح كوره للخلف، ودي يوسف، يوسف امامنا هنا ماتشينجاما، لكن الى خارج الملعب من ماتشينجاما، يوسف ماتشينجاما رقم 10، دقيقة 31 تسديدة، مباراة لو قسمناها ربع ساعة مصرية، نتيجة الحماس اللي عند لاعبي جزر القمر يعني والاندفاع اللي كان موجود، لكن ما استغلناش هذه الفترة رغم ان كرة كهربا في العارضة والفاول الركله الحره غير مباشره، خطا حارس المرمى علي حماده لما اتزحلق ولمس الكوره مرتين، وجت كوره داخل منطقه الجزاء وتريزيجيه سددها في الحائط البشري، ما اتعملتش بشكل صحيح، يعني كان لازم تتعمل بشكل
بشكل صحيح في مباراة خارج ملعبك وأمام منافس متواضع تاريخيا لكن متطور وطموح وانت في ايدك تخلص الامور، في ايدك تحسب الامور، شخصيتك واسلوبك وادائك هو اللي يفرض على جزر القمر وليس جزر القمر هي اللي تفرض عليك الاسلوب والاداء. محمد هاني وعلى طول ضغط عليه من جانب بكاري، لكن كرة امامية بدأت المساحات نتيجة تراجع منتخبنا بعد ما كان انتشارنا جيد، لكن مش عيب ناخد المباراة على مراحل، ما ينفعش نضغط طوال ال 45 دقيقة، لازم ناخدها مراحل، هما بيضغطوا نبتدي نقابل ننظم خطوطنا نبتدي نلعب كورتنا ننقل من تحت بلاش الكرات الطويلة اللي اتلعبت في المباراة الماضية ونعالج أمورنا بشكل جيد. أدي استلام مرة ثانية، الاستلام دون ضغط، نفس الأخطاء في مباراة كيديا، وأدي التمرير والتحرك بدون كورة والمراوغة وخطرة جدا، لكن يا ولد أيمن أشرف يجيله بقى المرة دي ويعمل التغطية في كورة خطيرة كانت من اللاعب ماتشينجاما اللي كان مكمل في اللقطة الماضية ولا كان رقم 21 هو الفرد. الحقيقة أدي الفرد هو اللي كان مكمل في اللقطة الماضية. كورة خطرة جدا على المنتخب. تحركات لكن الرقابة لازم نقابل بدري. شوف طارق حامد في اللقطة الماضية بخبرة برضو، طارق حامد ما مدش رجله في هذه الكرات اللي داخل منطقة الجزاء مع وجود الحكم بيان فينوسينكو اللي كان أدار على فكرة مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات الأمم الإفريقية 2015. حكم المباراة أدي أمامنا التوقف اللي قلنا عليه، توقف لالتقاط الأنفاس لشرب المياه، طبعا وجود رطوبة عالية موجودة في ملعب المباراة. اختيارات المنتخب طبعا أكيد بعض بينتقد الاختيارات، البعض بيتكلم على أن هيبة المنتخب المصري منذ الخروج أمام جنوب إفريقيا ما قدرناش نستعدها، لكن استعادة الهيبة والشخصية بالنتائج وبالانتصارات وبالأداء وبالفوز وبالروح مسابقات مبكرة حقيقة سبقت الدوري، وبالتالي فورمة المباريات مش موجودة عند اللاعبين، والمنتخب الإعداد ما كانش بالشكل، يعني تلعب ليبيريا بتلعب بوتسوانا تلعب فرق مفروض تكسبها كتير عشان يعني يفضل كده تبتدي المباريات الودية بفرق صغيرة وتكسب كتير وتسجل أهداف تفتح الشهية وتستعيد الثقة. ثم كان الإخفاق أمام كينيا الحقيقة إخفاق لأن الجمهور عزف عن المشاهدة، وشفنا عدد ضئيل جدا لأول مرة منتخب مصر طوال تاريخه تشوف له ده في التدريب بنشوف 5-6 آلاف مش هنشوف 1000 في ملعب المباراة في برج العرب. بعض يقول لك كان في مباراة مهمة في مشوار مصر أمام منتخب الكاميرون في إطار تحت 23 عام وتنظيم مصر هذا الحدث الكبير بعد تنظيمها الرائع لأمم إفريقيا 2019، لكن مصر اسمها كبير وطبيعي ان مصر هي تكون في الصداره في الرياده امام يعني فرق القاره السمراء كاحد دول المؤسسه حتى لهذا الاتحاد الافريقي لكره القدم وبطولات مصر وتاريخ مصر الكبير في امم افريقيا بالتحديد. طارق حامد والانديه المصريه طبعا تتبوأ وتتصدر البطولات وان كانت بطولات دوري ابطال افريقيا غايبه عننا من 2013 وان كنا فوزنا بلقب الكونفدراليه للمره الثانيه بعد ما فاز الاهلي به كان الزمالك حقق اللقب في نهايه الموسم 2019. كره على طول امامنا هنا لصالح منتخب مصر، كهرباء استخدام للمهاره يحاول يلعب كره عرضيه، ادي امامنا كره بتعدي من تريزيجيه متحسن تريزيجيه لاعب اللي عليه امال كبيره في مباراه اليوم وخصوصا بعد ما كانت عليه امال انه يكون احد الحلول لتعويض محمد صلاح. قفشه استلم كره حلوه يا ولد، قفشه عنده المهاره وعنده الامكانيات يشيلها امامنا اهو عمرو السوليه، ضغط من كهربا دفاعهم ممكن تضغط عليهم يرتبك امامنا هنا اللاعب مدى هوما، لكن على طول في وسط الملعب في المساحه المرور من الفرد وفي مساحه بزياده عدديه ومكمل امامنا خطير الفرد